خليني اتوافق مع الاستاذ مجدي البدوي في ان منظومه الاجور تطورت بشكل احسن في الفتره الاخيره ومن بعد 2014 او 2015، وزادت من 650 ل 1200 ايام حكومه الببلاوي و 1400 لحد ما وصلت 2400، وده شيء جيد جدا. انما انا عندي اعتراض على 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 جزئيتين. احنا اتكلمنا وكنت انا نفس الكنبه هنا في البرنامج حضرتك، صحيح، ان احنا عاوزين قانون ملزم وبه عقوبه، وما اتكلمتش في عقوبه حبس، انما عقوبه رادعه مش من 100 ل 500 جنيه. يعني غرامات دي مش رادعه. وانا النهارده لما وفر لي مليون جنيه مرتبات في زياده في مقابل ان انا ممكن ادفع لي 100,000، انا هعمل ايه؟ خلصت. ودايما دايما دايما اللي بيصدر الغرامه بيجي بالحد الادنى ال 100 جنيه، ال 100 جنيه في 1000 عامل بكام؟ ب 100,000. يا حضرتك بتقول انه في غرامه بس غير رادعه. ما احنا هنا بنتكلم في حاجتين. انا عندي قانون ملزم. طب ادلل على كلامي ازاي؟ ان الكلمه اللي قلتها الاول في سيطره من رجال الاعمال. احنا ماشيين بقانون ايه يا مجدي بيه دلوقتي مخاطبين بيه؟ قانون 12. قانون 12. قانون 12 في صدر الماده 3 قال 7%. في ايه؟ في العلاوة؟ في العلاوة. في المادة 34 من القانون قال 7%. اتقال في المجلس القومي للأجور 3%. على أي أساس إن أنا أخالف القانون وأطلع قرار من المجلس القومي للأجور 3%؟ يبقى هنا في ضغط. من رجال الأعمال. أنا الجزئية الثانية اللي عاوز ده أنا كده أنا ببرهن على كلامي. تمام. طيب الجزئية الثانية والأهم. حضرتك في اليوم اللي هيروح لعامل يقدم فيه شكوى في مكتب العمل علشان تنزل المفتشين يفتشوا، انت مصدر شكوتك ايه؟ انا بطبق. والله انا شكوى جايه لي من عامل فلان، مش هتعدي ال 24 ساعه في الشركه وهيتفصل وترمى في الشارع. انما السؤال انا عاوز اساله هنا، وانا النهارده اي عامل بيته مكون من زوج وزوجه وطفلين ما بيتقاضاش 5000 جنيه عايش ازاي؟ احنا لو اتكلمنا بس ليه؟ لان هو بيتعامل ازاي الحد الادنى الاجور عن سله الخدمات والاغذيه اللي بيعيش بيها العامل طول الشهر. صحيح. من كهرباء وميه وغاز وايجار شقه تمام؟ وكمان الغذاء طبعا، الغذاء لو في خدمه صحيه مثلا. بالله على حضرتك عشان بس في مشاهد مستمع النهارده، لو العامل وبيته كل 3 طقات فول لاربع افراد، كل واحد منهم ياكل ب 10 جنيه في الطقه، يبقى 103 في 40 ب 120. 120 معناها 3600 جنيه في الشهر. ده طقه فول بس، لا قلنا بقى خدمات، ولا قلنا شقه ب 2000 جنيه، ولا قلنا انا النهارده المفترض في تضخم في العالم كله، وزيادة الأسعار، المواطن المصري شايف نشرات الأخبار وشايف إن في الدنيا كلها في قوة روسيا وأوكرانيا بيحاربوا، دول أكبر مصدرين للغاز وللقمح في العالم كله، فبالتالي كل العالم تأثر. وأوروبا يعني أكبر دول والدول العظمى تأثرت. صحيح. أوروبا وأمريكا. صحيح. فمصر هتتأثر عشان بس الناس تبقى عارفة زيادة الأسعار جت منين. بنقول ان الدوله عليها دور، عليها دور ممارسه الاحتكار، قلنا في قانون 3 لسنه 2005. انما ليه المجلس القومي للاجور هو مهمته اللي انشا عليها اللي انه ينظر في التوازن ما بين الاسعار والاجور؟ ليه ما انعقدش في بدايه الازمه واقر علاوه محترم؟ طيب نروح للاستاذ مجدي نستفسر منه على النقاط دي. الزياده اللي جت سواء 40% او 20% او 25% اللي زودها التاجر والصانع هو نفس العامل اللي شغال عنده التاجر والصانع. فلما زود هنا جات له ربحيه، فيجي للعامل بقى ويزود العامل.